إحدى الجلسات الشيخ أبو زهرة، وكان الشيخ أبو زهرة يعني صوته قوي في الندوة هذه، ويعلق على الأشياء، وله موقفه قوي جدا. قال أنا أقول لكم على موضوع أنا أخبأته عنكم، يعرفه فقط الدكتور عبد العزيز عامر، كان من الدكاترة المصريين الذين يعملون في ليبيا، وقال هو يعرف عني هذا الموضوع، إن أنا لي رأي يعني كتمته عن الناس 20 سنة، وأنا لي أن أفشيه وأن أحدث الناس به ليناقشوني فيه وأناقشهم فيه. هذا الموضوع يتعلق بالرجم في حد الزنا، إن هذا الرجم ليس شريعة إسلامية، إنما هو شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما نزلت آيات سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه ألغت حد الرجم. ودليلي إنه القرآن قال عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، فلا يمكن أن يكون هذا الرد. وإنه الكلام اللي ورد إنه العنزة أكلت بتاع اللي فيه الآية والكلام ده، كلام لا يعقل، وأن الآية منسوخة نصا يعني لكن لا حكما. وقال إنه البخاري جاء عن عبد الله بن أبي أوفى إنه هل لم سورة النور نزلت أولا أو نزلت آخرا؟ فقال لا أدري. فيعني أنا أؤيد إنه لا يعني يعمل بالرجم هذا، والرجم شريعة يهودية، محمد لا يقوم بمثل هذه الشريعة القاسية. هاد عليه الناس، المؤتمر كله هاد على الشيخ، مع انه كلامه منطقي والله، لكن كلامه معقول.